بسم الله الرحمن الرحيم، اخواننا الاعزاء، تحية طيبة. نكمل اليوم ان شاء الله الفيديو الثاني لليوم السابع من دورتنا، دورة منظومات السيطرة الكهربائية والالكترونية. اخواننا الاعزاء، باليوم السابق تكلمنا عن، او عفوا بالفيديو السابق تكلمنا عن وحدات الادخال ووحدات الاخراج بالبي ال سي، وقلنا شنو هو الكارت الادخال الانالوج وشنو هو كارت الادخال الديجيتال، ونفس الشيء ينطبق على وحدات الإخراج. هسه وصلنا إلى نكمل تعداد المكونات المادية. طبعا الجزء المهم جدا هو السي بي يو، وبالضبط شلون السي بي يو بالنسبة للكمبيوتر مهم جدا، يعتبر هو العقل المدبر والجهاز المسيطر، مصدر اتخاذ القرار. نفس الشيء هو بال بي ال سي، طبعا يتخذ قرارات بناء على شنو السي بي يو بالنسبه للبي ال سي، يتخذ قرارات بناء على البرنامج اللي احنا نغذيه بيه، البرنامج اللي احنا نغذيه بيه، وراح نشوف ان شاء الله بالايام الجايه. وحدات الذاكره والخزن، ايضا يتعامل البي ال سي مع النوعين الرام والروم، اللي هي وحده تكون لاجل، يعني الروم دائما تكون مخزنه بها البرامج الاساسيه. شلون بالنسبة للحاسبة عندنا البايوس، البايوس هو كبرنامج مخزن بوحدة اسمها البايوس، هم يعني انتجريت تشيب، اللي هي ايضا نوع من الروم. زين، هذا هي اللي تخلي البرنامج يعني الهاردوير يشتغل بالاشياء الاساسية مالته اللي منزليها اساسيا، اللي هي بها برامج البايوس. نفس الشيء هنا اكو روم بالسي بي يو، ها هي اللي تخلي يشتغل كسي بي يو. زين، واكو رام ينزل بيها البرنامج اللي احنا نغذيه، وهاي الرام يعني ياخذ منها الاجراءات بناء عليها السي بي يو. لذلك الرام شوف يحتاج لها نخليها دائما شنو، بطاريه، لان من تنقطع عنها الكهرباء راح يفقد البرنامج مالتها. طبعا اكو بعض الشركات قامت تسوي، تخلي بدال الرام اي بروم او اي بروم، انواع من الذاكره اللي ما تفقد البرنامج من تنقطع عنها الكهرباء. زين، عندنا بعد من الوحدات المهمه وحدات الاتصال. اخوان احنا هسه بالحاسبه نريد نجيب نربط انترنت، مثلا شلون نربط الانترنت؟ اما الواي فاي، او نجيب مثلا ايثرنت نربط بيه، فيشة الايثرنت، هاي فيشة الار جي. زين، يعني اكو جزء بالحاسبة، اكو جزء بالحاسبة لازم يكون موجود حتى يمكن هاي الحاسبة مالتي من الاتصال، اما سلكيا او لا سلكيا بمن، بالشبكة. هسه اذا هذا اللان مال، يعني الكارت مال اللان ما موجود، ما اقدر اربط عليه الفيشة هاي. واذا الحاسبات القديمة أو الحاسبات الجديدة بس ما معرف فيها الواي فاي، ما أقدر أربط واي فاي. نفس الشيء البي ال سي، البي ال سي بي وحدات اتصال خاصة. مثلا اكو كارتات اتصال، اذا بالمودول اكو كارتات اتصال خاصة بي، نفس كارت السي بي يو بي جزء اللي تربطه بالاجزاء البقية. هنا شنو يعني دور وحدات الاتصال؟ اول شيء تربط بين الكارتات المجموعة واحدة مع الاخر. ثاني شيء تقدر تربط مرات الحيز هذا اللي بالبنال نسميها الركة، ما يكفي انه تخلي كل وحدة كل كارتاتك، يعني عندك مثلا 30 كارت او 20 كارت، ما تكفي كذا تخليها بمكان واحد، فتخلي ركة فوق ركة جوا او ركة ثالثة ممكن. هذني شلون تربط بين وحدة ووحدة؟ هم عن طريق وحدات الاتصال. بعد اربط ذني البي ال سي كله كبي ال سي مو بداخليا، لا اربطه مثلا ببنل ثاني مال بي ال دي سي اس، او اربطه بمنظومة سكادا. المهم كل وحدات الربط ممكنة باستخدام يعني تراكيب خاصة. اربطه بشاشة عرض، صحيح. وحدات التغذية باور سبلاي، طبعا لازم اكو باور سبلاي يجهز ال بي ال سي. باور سبلاي اخوان، هسه انت مرات تلقى اثنين باور سبلاي، واحد هذا باور سبلاي العادي اللي يجهز لك المنظومه كلها،
يعني تخيل بين الباور سبلاي يحول لك مثلا ال 220 ل 24 مثلا ويعطيك اياها للبي ال سي. هسه البي ال سي تلقى بداخله باور سبلاي خاص، هذا يغذي كارتاته هو، هذا ما له علاقه بذاك، فهذا جدا مهم. وبعد ولازم تخلي له تغذيه مستمره، لازم تربطه على يو بي اس، يعني ما معقوله اي ما تنقطع الكهرباء شو يصير؟ راح يطفي، ممكن حتى البرنامج ينفقد، ممكن تصير بمشكله دمج. زين، مثل ما قلنا اخوان بالفيديو السابق، اذا كانت هذه البي ال سي من نوع صغير الكومباكت، ما راح هواي تقدر تميز انه هذا مكان الرام، هذا مكان السي بي يو، هذا مكان الكذا، لان هو كله بجايك بجزء صغير، يعني بقد اكو هذا مثلا السمارت ريلي شوي اكبر من الباكيت مال الجيجاير. زين، بس بالمودول لا، انت مكتوب هذا الكارت مال ادخال ديجيتال، هذا الكارت مال اخراج ديجيتال، هذا الكارت مال ادخال انالوج، هذا الكارت مال اخراج انالوج، هذا الكارت مال مثلا مال الربط، حتى الربط اكو انواع، مثلا بالسيمنز اكو نوعين تقدر تربط، نوع يعني نوعين اتصال، واضح؟ هذا الكارت مثلا هو السي بي يو، هذا الكارت هو الباور سبلاي، فتلقاها واضحه ومتميزه وحتى مكتوب عليها. زين، بعض البي ال سيات مثل هذا السمارت ريلي زيليو هو يا شاشه، اكو بعض موديلاته مو كلهن، اكو بعض موديلاته وياها شاشه مثل ما شفناها بالصوره، وبعض البي ال سيات مثلا تجي وياها شاشه من نفس الشركه مثل سيمنز، تجي وياها سيماتيك تقدر تربطها، وبنفس الوقت تقدر تربطها على شاشه، ما يعني شاشه عرض عادي، او تربطها ويا حاسبه، فكل هذا ممكن. شوفوا اخوان، هذا سيمنز اس 300، هذا البانل هو مالته، هذا مربوط عندنا بالجي ار اس على وحده توليد نيتروجين. شوفوا اخوان، هاي ريليات قلنا في الغالب تلقى اكو ريليات ويا البي ال سي، لانه مخرجات مالتك تربطها ريلي يلا تروح للمنظومه. زين، هذا الترامل تيرمينال يعني كهربائي، انت شغلك كله اشارات كهربائيه. زين، هذا البي ال سي، شوفوا هنا هذا البي ال سي مكبرين احنا هنا، هذا الباور سبلاي تجيك تغذيك ال 220 تعطيك 24 توديها وين؟ البي ال سي. هنا البي ال سي بنال ما كفى رك واحده تخليه، فاكو ركتين، هاي وحده وهاي الثانيه. هاي الاولى شوف ايش بيها اخوان، بيها هذا السي بي يو، هذا البي ال سي الاول، هذا البي ال سي الاول بقى اخوان، هذا البي ال سي الاول وهذا البي ال سي ثاني. شو يسوون اخوان؟ انت البي ال سي قاعد يسيطر على كل المنظومه مالتك مال النيتروجين، فيخلون مرات اثنين، يخلون اثنين انه اذا عطل يعني كلها راح توقف، فيخلون اثنين يشتغلن، يسموها ريدوندانسي، يعني شلون ترجموها؟ ترجمتها العربيه ما لها علاقه بالموضوع، يسموها الوفره. يعني انت متوفر عندك جهازين يشتغلون نفس الشغل بنفس نفس الوقت. زين، مو مثل بعض عندنا بالمولدات تخلي واحده تشتغل ستاند باي، لا مو هيك، لا فيها مشتغلات، بحيث اذا واحده منهم صار بيها فشل ما تروح تنتظر تطفي وتجي تشعل مثل المولده، لا ما ممكن، راح تخرب السالفه. هو بنفس الوقت اذا هذا فشل الثاني راح يكمل. زين اخوان، هذا زين، وحدات الادخال والاخراج هنا نشوف اخوان، وحدات ادخال ووحدات اخراج. زين، وهاي هذني خليهن بمكان ثاني. زين، شلون رابطين بقى اخوان؟ هذا باور سبلاي لهذا البي ال سي، وهذا باور سبلاي، شوفوا هذا لهذا البي ال سي، هذا باور سبلاي المن بعد، لان هاي الكارتات هم باور سبلاي رادهن واحد، فشوفوا هذا باور سبلاي نفسه، هاي منظومه قلنا سيمنز اس 200 عفوا اس اس 300 سيمنز اس 300. زين، هسه هنا هذا السي بي يو، شوفوا هذا السي بي يو مال هذا البي ال سي الاول، وهذا السي بي يو مال البي ال سي الثاني، بعد ما احتاجنا سي بي يو لان السي بي يو هو المركزي. هذا كارت الاتصال، مو قلنا تراكيب اتصال، هذا كارت الاتصال اللي تربط وياه بين هذا وهذا وبين هذين الاثنين هن وهذين الكارتات، واضح اخوان؟ هنا هاي الكارتات طبعا هم كارت اتصال من كل واحد، هذني من هذا الكارت اتصال يجيك واحد هنا، شوفوا هاي بنفسجي اخوان، باعوا هاي بنفسجي باعوا، وهذا بنفسجي هم يجيك من هنا، وهذني السي بي يو هم مرتبطات واحد ويا الثاني،
وواحد كل واحد ويا المنظومة همية هنا. زين، كارتات الاتصال، كارتات الادخال هذني، وكارتات الاخراج، وهم اكو انواع بيهم مستخدمين مثلا الاخراج ديجيتال وانالوج، عفوا بس ديجيتال، والادخال انالوج وديجيتال حسب حاجه المنظومه. فواضح اخوان هذا النوع المودول اللي كارتات بي مستقله، انت تختار اللي تريده حسب حاجه المنظومه. اخوان البي ال سي، هسه احنا لحد الان حكينا على شنو؟ حكينا على الهاردوير مالته، المكونات الماديه، وحدات ادخال، وحدات اخراج، ممكن تربطها بشاشه وكذا، كارت الاتصال، الباور سبلاي، سي بي يو. نفس الشيء شلون حكينا على الكمبيوتر ذاك اليوم، قلنا اذا كملنا الاشياء الماديه وجبناها ما راح استفاد شيء، لازم شنو؟ ننزلها برنامج. البرنامج اخوان، البرنامج اخوان اللي عن طريقه البي ال سي ينفذ عمليه السيطره، هذا قائم على يشبه يعني قلنا مثل حكينا قبل يشبه شغل الريليات بالكلاسيك كنترول، فقائم على تحقق حاله من حالتين اون اوف، يجي يقراها كل اشاره اون لو اوف، تصير لو ما تصير، تروح لو ما تروح، ينتقل لوراها. واضح اخوان؟ زين، هسه لو نرجع نقارن بين البي ال سي والكمبيوتر، حكينا احنا قلنا لازم الكمبيوتر نخليه نظام تشغيل وبعدين نخليه برامج تطبيقيه، مو حكينا هذا بفيديو سابق؟ زين، هسه هنا البي ال سي هم يحتاج له، يحتاج له ما نسميه نظام تشغيل، يحتاج له برنامج او سوفت وير تطيق الشركه، يعني يجيك شلون الويندوز يجيك من الشركه. زين، ويحتاج له برنامج سيطره، هذا انت تسويه او المبرمج يسويه حسب، هذا ما له علاقه، هذا حسب الموقع مالتك. واضح اخوان؟ شلون بالحاسبه عندك برامج تجيك نظام تشغيل وعندك برامج تطبيقية، يعني انت اثنين هسه انا وياك مثلا اثنين اشترينا حاسبات، اثنين اراد ان انظمة تشغيل، بس مثلا انا اريد من الحاسبة مالتي اشغل بها العاب، فاجيب الالعاب اللي اريدها وانصبها، انت تريدها الطباعة فتجيب الاوفيس وتنصبها مثلا، او تعرف الطابع، تعريف الطابعة مالتك. فالبرنامج الويندوز اثنين عندنا، بس بوقة البرنامج التطبيقي كل واحد حسب هو شي يريد حسب حاجته. هنا البي ال سي هم ينا عندك، عندك برنامج يجيك من الشركه تنصبه تعرف عليه، وعندك برنامج انت تسويه او المبرمج يسويه، هذا خاص بالموقع مالتك، يعني ممكن تغيره، هذا ممكن اليوم المسيطر الشغله البي ال سي شغله على شنو؟ على ضاغطه، باكر عقب وين توديه؟ توديه على مولد راح تغير البرنامج هذا يتغير، بس ذاك الاول اعطيته اياه شركه ما يتغير. زين، هسه لو نرجع للحاسبات، اكو بعض انظمة التشغيل مرتبطة بالمكونات المادية مثل ماكنتوش. هسه حاسبات الابل من تجيبها تشغلها لازم وياها الماكنتوش، اللي هو برنامج التشغيل، الاوبريتنج سيستم، نظام التشغيل اللي يعطيك اياه ابو نفس الشركة ابو الابل. والبعض الاخر ما بيرتباط مثل الويندوز، انت ممكن تشتري حاسبة اي نوع، لينوفو، اتش بي، دول، اي بي ام، توشيبا، وتنصب لها ويندوز. زين، فنفس الشيء بالموبايلات اخوان، نفس الشيء بالموبايلات، بالهواتف المحموله، هسه انت من تشتري الايفون البرنامج مالته هو اي او اس، اللي هو من نفس الشركه، يعني نفس الشركه اللي سوت لك الهاردوير سوت لك السوفت وير. بس من تشتري الجالكسي، السامسونج، اي سامسونج، تلقى الشركه هي سامسونج، والشركه اللي مسويت لك نظام التشغيل مال الموبايل شنو هي؟ اندرويد، مو صحيح؟ فهنا الشركه تختلف. زين، وين يفيدنا هذا الكلام؟ يفيدنا انه بالبي ال سي هذا النوع الثاني ما يشتغل، يعني ما ممكن انت حضرتك تجيب بي ال سي تشتريه من السوق وتقول خلي اجيب اي برنامج وانصب لي اياه كسوفت وير. يعني انت تشتري سيمنز وتقول انا ما اريد اشتري البرنامج، البرنامج غالي باربع اوراق مثلا الاصلي، فخلي انا عندي بالموقع مالتي مستخدم بي ال سي الين برادلي، فخلي اجيب نفس السوفت وير مال الين برادلي واشغل بيه هذا السيمنز. طبعا هذا شو يسوي اخوان البرنامج هذا تعطيك اياه الشركه نحكي عليه، هذا تنزله بالحاسبه مالتك حتى تقدر تتعامل ويا هذا البي ال سي.
احنا مو قلنا البي ال سي يشتغل عن طريق برنامج انت تدخله تنزله وتدخله. طبعا ما نسوي برنامج نسوي بالحاسبه، حتى حاسبتك هاي مسوي بيها برنامج مالتك مال السيطره، تقدر ترسل هذا البرنامج اللي انت سويته للبي ال سي اللي انت مشتري، يحتاج لك هذا السوفتوير اللي معطيتك اياه الشركه. فهنا انا ما اقدر اجيب سيمنز واقول يلا انا ما دام عندي سوفتوير مال شركه الين برادلي مثلا او مال شركه يوكوغاوا خل استخدمه وعدي بالحاسب منصب وانقل البرنامج اللي اريده عن طريق هذا السوفتوير المند سيمنز جديد. لا سيمنز ما راح يقبل، ما يقبل ولا يتصل بيه اصلا، ولا يتصل بحاسبتك، حاسبتك ما راح تعرف عليه. واضح اخوان؟ فهذا هنا من تشتري هاردوير من شركه معينه لازم ويجب تشتري السوفتوير اللي يربط حاسبتك ويا هذا البي ال سي. واضح؟ موضوع احتكار اخوان، موضوع احتكار. يقول لك انا ابيع لك الهاردوير ابيع لك السوفتوير، والسوفتوير مو هم غالي يعني، لازم اصلي وبي باسورد وبي كود تعريف. واضح اخوان؟ زين هسه عرفنا انه انا من اجيب البي ال سي كهاردوير لازم من نفس الشركه اجيب السوفتوير اللي انصبه بحاسبتي حتى اقدر اتعامل ويا هذا الهاردوير اللي اشتريته. هسه شنو اتعامل؟ يعني اسوي برنامج اللي قلنا هذا انا اسويه او المبرمج يسوي اللي هو يخاص بالوحده مالتي. انا اريد اسوي برنامج على الضغطه، اسوي انا برنامج يسيطر على الضغطه عن طريق هذا السوفتوير اللي اشتريته ويا البي ال سي مالتي. راح انزل هذا البرنامج اللي انا سويته وادخله وين؟ بالكمبيوتر بالبي ال سي، يروح للسي بي يو حتى ينخزن بالرام. واضح؟ هسه هذا البرنامج اللي سويته بيا لغه اسويه؟ بيا لغه؟ اكو اخوان مجموعه لغات متخصصه بموضوع البي ال سي، يعني ما استخدم اللغات اللي الثانيه، يعني ما استخدم لغه السي او لغه باسكال او جول بيسك، ما ادري ما لها علاقه ببرمجه البي ال سي. واضح؟ اكو لغات محدده تقريبا 5 لغات هن اللي نقدر نسوي الكونفجريشن هذا البرنامج الخاص بالسيطره وننصبه بعدين وين؟ بالبي ال سي. اهم هاي اللغات واكثرها انتشارا واسهلها وابسطها هي لغه اللادر دايجرام، يرمزوا لها ال دي. لغه الفاكشن بلوك دايجرام يرمزوا لها اف بي دي. لغه سيكوينشال فاكشن تشارت اللي يرمزوا لها SFC، واللغة الـ Structure Text الـ ST، والـ Instruction List الـ IL. الأكثر استخداماً الثلاثة الفوق، يعني إذن الاثنين تقريباً استخدامهم جداً نادر، الاثنين الأخيرات. بالثلاثة الفوق أكثر استخدام هو الأول والثاني، يعني في الغالب تلقى برامجك معظمهن لادر وجزء منهن Function Block. طبعا هن اثنين هذين الخمسة لغات تقدر تبرمج بيهن اي بي ال سي وحسب اي مدخلات ومخرجات عندك، يعني بكيفك تستخدم اي واحدة منهن ماكو اي فرق بالنتيجة، ماكو اي فرق. بس وين الفرق هون؟ الفرق بطريقة تعاملك بالبرنامج. اكو ناس تحبذ اللادر متعلم عليه وسهل وكذا وقري، خصوصا يقولون يعني يقولون هذا منتشر اكثر بين الناس اللي مشتغلة كهرباء، لانه ما راح يتعبي، هو نفس شغل الريليات، ما دام تعرف الريليات راح تجي تبرمج لادر براحتك. الفانكشن بلوك يجي باختصار اخوان، يعني انت بدل ما مجموعه خطوات لادر كل خطوه سطر او سطرين، تجيك اكو بلوكه كامله، بلوكه مستطيل تجيبها وتنقرها وتخليها تؤدي لك يعني في مهمه معينه. فيستخدموا منه اكثر اتصور جماعه هندسه برمجيات وكذا. الليست الاي ليست يستخدمون يمكن علوم الحاسبات اكثر، يعني يكون يعني قريب لشغلهم العادي، يعني هالشكل فالتسميه قد تكون دقيقه او لا. المهم اي لغه تستخدمها اخوان ما عندنا بيها اي مشكله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شكرا لكم.